يعتبر مسيئا للرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. قد أعلنت أنصار الشريعة أن بينما 60 و70 مسلحا من عناصرها توجهوا إلى القنصلية الأمريكية، حيث تمكنوا في غضون نصف الساعة فقط من السيطرة على المبنى قبل أن ينسحبوا منه. وذكر أنه كان هناك تكتما في طرابلس على مقتل السفير، وأن هناك ارتباكا واضحا في أروقة السلطات الليبية نظرا لفداحة الحادث. وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تعتزم إجلاء 35 من موظفيها وجثامين القتلى الأربعة من بني غازي إلى مطار معيتق العسكري بالقرب من طرابلس، حيث تنتظر طائرة عسكرية قالت مصادر ليبية إنها ستنقلهم إلى ألمانيا. الحقيقة أنا من يومين كنت بتكلم مع سعادة المستشار على التليفون، ودار بيننا حديث، وكأنما كان سعادة المستشار يرى السيناريو الذي يحدث الآن. قال لي نحن ندفع دفعا لارتكاب عمل اقتحام سفارة الأمريكية في مصر أو في أي عاصمة أخرى، وذلك في مقدمة لأحداث هتقول لنا حضرتك بقى تحكي لنا عليها. تفضل يا فندم. مساء الخير. تفضل. النظرية هي نظرية اقتحام السفارة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما رأت الشعب المصري عندما قام باقتحام السفارة الإسرائيلية، قلنا جنون أمريكا، خشية أن يمتد هذا الغضب إلى السفارة الأمريكية. فجاء من ينصح الولايات المتحدة الأمريكية، دي نظرية اقتحام السفارة دي مهمة، قال لها خلي بالك كان في أيامها مشروع قرار في مجلس الأمن خاص بالدولة الفلسطينية، اوعي تستخدم حق الفيتو ضد قيام الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. النتيجة هتكون أن الشعب المصري هيقتحم السفارة الأمريكية، هتنتقل عدوى هذا إلى السفارات الأمريكية في العالم العربي والإسلامي بل وفي أمريكا اللاتينية، وبالتالي الشرف الأمريكي سينهار في هذا. فكرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجيب سفارة احتياطي تتحمل هذا، فكان الدور على السفارة السعودية. ما تم أثناء اقتحام السفارة السعودية كان مدبرا. وحد مثل لما نسمع أن تيشيرتات جاءت من السعودية عليها صور المرحوم عمر سليمان الذي كان يريد أن يرشح للرئاسة في مصر، المعنى كان ليه رسالتين: رسالة للفلول أن السعودية هتقف جنبه وهتسنده، ورسالة للصوار أن السعودية ضد الثورة وأنها بتؤيد عمر سليمان أحد كبار الفلول واحد عناصر حسن مبارك. هي ممكن استاذن بس معلش خلينا نكمل النظريه على النظريه بس النظريه بتاعت خلينا نكملها وبعدين هي بتاعت حضرتك بس انا عايز لا هي نظريه فكانت الفعل ان لما تيجي التيشيرتات الجمارك المصريه ويدفعوا الجمرك احنا مالنا اجابه ولا ما جاتش، انما عشان ينشر الخبر بان هناك تيشيرتات جاءت من السعوديه تحمل صور لعمر سليمان، فكان هذا الانتقال المزدوج. وشفنا الاقتحام او الاعتداء على السفاره السعوديه، وكان هذا عشان نبعد المتظاهرين والغضب عن السفارة الأمريكية. السفارة الإسرائيلية. الأمريكية لما إسرائيل اقتحمت خلاص. فكان الغضب على السفارة الأمريكية. فكان كل ما أمريكا إسرائيل تيجي عايزة تضرب إيران ضربة، فكان حجة أمريكا لإسرائيل اوعي لحسن الشعب المصري يقتحم السفارة الأمريكية في القاهرة. إسرائيل فكرت، ده أنا بتكلم من وجهة نظر أنا اللي حاطط هذا السيناريو، فكرت إسرائيل كيف تقوم بإحداث وقيعة بين الشعب المصري والشعب الإيراني، وبالتالي عندما تقوم بضرب إيران ما يقومش الشعب المصري باقتحام السفارة الإيرانية. فكان حادث رفح، حادث رفح اللي راح فيه شهداء في رمضان تم بأيادي خونة سواء مصريين فلسطينيين، إنما تحت أمرة وتنفيذ إسرائيل. إسرائيل هي التي أرسلت بهم لقتل هؤلاء الشهداء وطلبت منهم أن يهربوا عليها، فعندما إجوا يهربهم قامت مخلصة عليهم وبعتتهم لنا جثث محروقة. على فكرة النهاردة في تم في المصري اليوم برضو منشط خاص كشف هوية 5 متهمين فلسطينيين، وحماس تطلب من مصر عدم إعلان أسمائهم مش عارفة ليه، والتحقيقات تثبت انتمائهم لتنظيمين جهاديين في غزة، والحركة تتعهد بالقبض عليهم وتسليمهم. أنا فهنا كانت الفعل طبعا إحنا ما إحنا بنشوف كن في منهم
بيبيعوا نفسهم للفلسطيني نفسه. يعني كان الفلسطيني اللي كان بيتم اغتياله من قبل إسرائيل كان في متعاون إسرائيل فلسطيني مع إسرائيل بيقوم بهذا العمل وبيرشدها على مكانه أو بيحط له مادة على سيارته فتضربه بصاروخ. الفيلم ده شفناه كتير. إنما النتيجة هي كانت عايزة إيه؟ عايزة تقول والله ده حماس هي اللي قتلت هؤلاء وبالتالي يغضب الشعب المصري من حماس، ومن اللي بيأيد حماس وبيدعمها إيران، فإذا يبقى الغضب المصري من الشعب الإيراني ومن إيران. فلما تقوم إسرائيل بضرب إيران الضربة اللي هي عايزاها هيبقى الشعب المصري هيفرح أنه انتقمت إسرائيل من إيران. ولكن هذا المخطط فشل عندما تم إزاحة المجلس العسكري وقام الإخوان بالسيطرة في مصر وبقت حكومة الدكتور معالي رئيس الجمهورية والإخوان ومسكم، ففشل المخطط الإسرائيلي زريعا. إسرائيل بدأت ما زالت تفكر في نظرية الاقتحام. طيب أمريكا منعاني أن أضرب إيران عشان هذا الغضب، طب أنا أعمل إيه؟ أنا أفض رسائل بكارة الخاص بموضوع السفارة ده بس مش من جانبي. عشان كده نفهم بقى التوقيت، من قام بالفيلم المسيء مش الأقباط المهجرة اللي بنقول عليهم، إنما دول كانوا بالضبط أداة زي القاعدة وبلادن والظواهري. عندما كانوا يضربوا في مكان ما هذا الضرب كان بيتم علينا احنا ونتحمل احنا نتيجته، ولذلك هم رأوا في هذا الضربة عدة مزايا. أولا تعمل إسفين بين المسيحيين والمسلمين في مصر فتبقى فتنة طائفية وده هدف مهم. اثنين لأن انت فكر في فيلم أيام الكرتون المسيئة في الدنمارك ما كانش أقباط المهجر، إنما الوقت عايز أقباط المهجر وعشان يكون الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية فيتم الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة ومنه تنتقل العدوى للسفارات الأخرى، وبالتالي تبقى إسرائيل بعيدة عن هذا واقتحام السفارة الأمريكية تم. فتتحججش أمريكا فيما بعد أوعى إسرائيل تضرب إيران لحسن في اقتحام للسفارة الأمريكية، لأن تم اقتحام السفارة خلاص فما عادش فيه مشكلة من الأمر. إسرائيل في هذا ليست فقط عشان تضرب إيران، إنما هي بتضرب أوباما. هينضملنا حضرتك اسمح لي، هينضملنا سعادة الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الدراسات السياسية بالأهرام. أهلا وسهلا يا فندم. تفضل يا فندم. يعني قلنا كتير ما شفناش بعض. ازيك سعد الدكتور؟ اهلا وسهلا. تفضل. طيب عشان نلخص الموضوع معلش الكلمتين بس نقولها. فكانت اسرائيل الان بدات مش بس انها عشان تضرب ايران، انما هي عايزه تستبعد اوباما من البيت الابيض وتاتي بالجمهوريون الجدد الى البيت الابيض. فالنظريه الان، ولذلك امبارح كان في خبرين مهمين قوي. الخبر الاول إن جلعاد أراد وزير البيئة الإسرائيلي يعلن أنه سيتم ضرب إيران سواء وافقت أمريكا أم لم توافق. والخبر الثاني إسرائيل بتعلن أن البيت الأبيض رفض استقبال نتنياهو، أوباما يرفض استقبال نتنياهو. أمريكا كلام اللي بقوله ده هي فهمها وفهم اللي وراء هذا الموضوع والفيلم المسيء وكله مش أقباط المهجر. أقباط المهجر دول أداة زي ما كان عندنا أسامة بن لادن والظواهري أداة، يستغل هذه الأداة لهذا الفعل. فالنهاردة هو كان التوقيت مناسب جدا له، ولابد يكونوا أقباط المهجر عشان المصري اللي تهيك، لأن لو ما كانش أقباط المهجر فكان المفروض عواصم عربية كتير أو إسلامية تهيك في هذا الموضوع، إنما هم كانوا البعض.